يعني يوم 5 يوم السبت اللي جاي تتوقع مثلا ستكون المظاهرات أضعف بكثير مما كانت في جامعة القاهرة. لن تزيد عن هذا. وتواجد الأمن داخل الجامعة الآن أوقف كل شيء تقريبا. إذن مصر لها عندها القوة وعندها القدرة وعندها الإمكانية أن توقف نشاط هؤلاء لو تخلت عن عواطفها شوية. الدولة تخلت عن عواطفها. الدولة العواطف دي متمثلة في إيه مثلا؟ العواطف متمثلة في أن هناك شعور لدى الكافة أن الشباب ده مغرر به. وأن الشباب ده أولاد مصريين. وأن مزيدا من الدماء سيترتب عليه يعني ثارات في التاريخ المستقبل. فالدولة هي التي تكف يدها بالفعل. وأنت تريدها تطلق يدها؟ لا، أنا لا أريدها، أنا أريدها أن تتعامل بهذا ولكن تطبق القانون بحزم. بالذات داخل الجامعات. بالذات داخل الجامعات وفي كل ساحات التي تجري فيها عمليات شغب. وفي الشوارع وفي غيره. وفي الشوارع. يعني يوم 25 أنت مع أن يكون هناك ضرب، يعني هناك قوة وحسم في التعامل مع من يتواجد في الشارع. هو سيكون كما حدث في الانتخابات، هذه مسألة لا رجوع عنها. نحن نؤيدها والشعب يؤيدها ويباركها، لأننا نريد دولة مستقرة تحت إدارة حازمة حاسمة. حتى يمضي الناس إلى أعمالهم في هدوء. ليس هذا من قبيل العناد مع أحد. ولكن هذا هو مراد الإسلام ذاته.